اخوك، او من هنا ورايح تقدر تقول ابوك الروحي عبد الله الفلاني. لا ركز مع بعض، انا قلت الفلاني، ما قلتش الفلاني اللي هو زي فلان وعلان وترتان اي حد والسلام، لا الفلاني. وارجوك ارجوك نركز في الحته دي لانها بتعصبني طول عمري، انت فاهم بقى طبعا في المدرسه وفي والسجل المدني. نتعرف بقى بالجميل القمر. اسم الكريم ايه؟ لا انا بقول اسمك، اسمك انت يعني في انسان شمال افريقي عبد الله. عصفور كوكتيل يا ابني، كوكتيل ده نوعك مش اسمك. طيب هختار لك اسم بعد كده يكون على مقامك وعلى مزاجك، بس لاحظ طبعا ان انا كل المسميات بتاعتي على السلم الموسيقي، يعني شادية فايزة نجات. مش قادر اقول لك قد ايه انا سعيد يا صديقي بوجودك معايا بجد. اخيرا في راجل اقعد اتكلم معاه كده بدل حصار تاء التأنيس اللي انا عايش فيه ده. هادم اللذات مفرق الجماعات. ثواني ارد واجيلك. فكرني كده كنا عايشين ازاي قبل الموبايل. جاي يا سنان يا ساتر. دي نجات المسهوك. يا نوجة. يا حبيبتي عاملة ايه؟ اما جايب لكم حتة مفاجأة يا بنت يا نوجة، هتشقلب البيت فرحة. فرحة ايه يا بابا دلوقتي؟ بقولك احنا في مصيبة. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ مصيبة ايه بتتكلمي؟ السومة يا بابا، السومة مش لاقينا وبندور عليها في كل حتة. نعم السومة ضاعت يعني ايه؟ هي شنطة؟ بيقولوا خرجت وقت حصة الألعاب وحارس البوابة ما شافهاش، أنا خايفة يا بابا تكون اتخطفت ولا حصل لها حاجة. يا حبيبتي خير إن شاء الله، اتخطفت إيه بس؟ خير خير، أنا جاي لكم، ما تتعبنيش بقى، قلت لك جاي لكم خلاص، يلا مع السلامة. بسم الله بسم الله. إيه عايز إيه أنت دلوقتي؟ أيوة يا سيدي، دي اللي كنت ناسيها، أو على الأصح متناسيها، سومة، أم كلثوم، آخر العنقود. الغلطة المرعبة في حياتي. نتكلم بعدين، فاصل ونواصل. غلطة ايه يا عاطف اللي بتتكلم عنها دلوقتي؟ المهم البنت. استني بس يا أبلة، هو انت مش قلت ان انت ما شفتهاش وهي خارجة؟ او ربنا ما شفتهاش. طيب امال ايه اللي مخليك متأكد انها خرجت من المدرسة؟ ما هو اساسا هي لما كانت انت هتبغبغ انت. هي جت قالت ان حضرتك جناب سعادتك يعني كنت عايزاني ضروري. اهو انت صدقتها وجيت لي جاري وسبت البوابة. او ربنا، ورحت مكتب حضرتك ما لقيتكيش. اهدي يا أبلة اهدي ان شاء الله خير. اهدي فيه. انا كنزي يا أبلة ما تخافيش. عايزة زفت. انا اسفه يا حبيبتي، انا اسفه. ايوه يا كنزي في ايه؟ عاوزه ايه؟ ما انا عايزه اقول لك ان سومة اتخطفت. ايه؟ انت اتخطفت؟ اهدي يا ابله. اتخطفت ازاي؟ انا شفتها خارجه من باب المدرسه وبعدين شفت راجل غريب كده ماسك سكينه وخطفها وجري. بنتي اتذبحت. صح؟ اتذبحت. كده بنتي اتذبحت. متاكده من اللي انت بتقوليه ده؟ بنتي اتذبحت. اهدي يا ابله.